كافية محمد العفيف، كبيرة منسقي برامج في مؤسسة تنمية القيادات الشابة. كيف تعيش المرأة اليمنية في ظل هذا الصراع السياسي؟ بالنسبة لوضع المرأة اليمنية، تعيش مرحلة تهميش على كل المستويات، مش بس الوضع المستوى السياسي، لأنه تمثيلها في أهم الأحداث وفي المرحلة الانتقال اللي بتتم جدا ضعيف، ووجودها في مفاوضات السلام وعلى طاولات السلام كمان شبه معدوم، فهذا بيأثر مستقبلا على أيضا وضع المرأة في المرحلة القادمة في اليمن. هل هناك مشاركة للمرأة في السياسة الحالية في اليمن؟ هي مشاركة متفاوتة، وقد نقول أنها جدا محدودة، سواء على مستوى الأحزاب السياسية، سواء على مستوى مواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة، فهي شبه يعني ضعيفة جدا نقدر نقول. تم اليوم تدشين شبكة يمنيات في السياسة، هذه الشبكة التي ستعمل أو هدفها الأساسي هو تعزيز مشاركة المرأة سياسيا، حيث نرى أن المشاركة السياسية للمرأة هي عامل حقيقي لإيقاف الصراع الدائر في اليمن وأيضا لتحقيق التنمية المستدامة. شبكة يمنيات في السياسة هي شبكة ستعمل من خلال مجالات معينة في دعم وتعزيز مشاركة المرأة سياسيا من خلال أنشطة المناصرة والضغط على صنع القرار لإدراج النساء أو لمشاركة النساء مشاركة حقيقية وواسعة في العمل السياسي. وأيضا أنا السميري، مستشار إعلامي ومدرب. كيف تعيش المرأة في ظل هذا الصراع السياسي؟ المرأة لا شك أنها أكبر المتضررين كونها من الفئات الأضعف في المجتمع، وخاصة في المجتمع اليمني، وإذا ما أخذنا في الاعتبار امتداد الريف اليمني على حساب الحضر بمقدار الثلثين تقريبا، فإن معاناة ثلثي النساء في اليمن هي معاناة لا يمكن السكوت عنها بعد اليوم، يعني معاناة من قبل وستصبح أكثر مأساوية مع امتداد واستمرار الحرب. هل هناك مشاركة للمرأة في السياسة الحالية في اليمن؟ المؤشرات والإحصاءات تقول أن مشاركة المرأة السياسية هي على نوعين، هناك مشاركة كناخبة وتتنامى باستمرار، أي أن الفاعلين السياسيين بيستخدموا المرأة إنجاز التعبير كناخبة وأداة، ولكن على مستوى مشاركتها في مواطن صنع القرار ومرشحة هي في انتكاسة حسب الإحصاءات التي توفرت عبر اللجنة العليا للانتخابات وحسب الوضع المشاهد، إذ لا يوجد تمثيل حقيقي واضح للمرأة في مواطن صنع القرار حتى الآن.